مش صار 19 شهر 19 شهر باقي ما كاين حتى شي مستجدات بخصوص هذا الملف بعد الاحاله من عند قاضي التحقيق وتم عرضه في غرفه الجنايات الابتدائيه لجرائم الاموال وتم استحضار او احضار جميع المعتقلين المتابعين في هذا الملف مشتبه بارتكابهم واحد الافعال معينه. نتحدث عن مدراء هنايا ديال الشركات ونتحدث عن اطر لوزاره الصحه. لم يتم مناقشه الملف بعد في اطار مناقشه فقط الدفوع الشكليه وهي مجموع الخروقات التي كانت في هذه الاجراءات المسطريه اللي كانت عند الضابطه القضائيه قبل احاله الملف على قاضي التحقيق وقبل احاله الملف على الجلسه العلنيه. بمعنى اليوم نناقش فقط الاجراءات التي تم خرقها، نناقش مواد وفصول بالصوره الجنائيه، نناقش مواد الدستور المغربي، نناقش مجموعة من الإجراءات التي نرى فيها كدفاع بأنها تخالف القانون وبأنه وجب طبقا للقانون أن تعتبرها المحكمة باطلا بطلانا قانونيا ويتم استبعادها من أجل مناقشة الملف حتى تكون المحكمة قناعة الوجدانية للقول بهذه الأفعال التي هي مسطرة في محاضر الاستماع للشرطة القضائية. هل فعلا هي أفعال مجرمة يرتكبها الأشخاص أم فقط تعتبر من إطار العمل وإطار ما يقومون به في الصفقات؟ شوف اللي كنقولوا حنايا بان عندنا واحد الناس اللي هما في اطار الاعتقال الاحتياطي ضروري انك تكون في واحد الاحاله اللي كتكون فيها مسطره واحد المتابعه. هذيك المتابعه هل هي صحيحه ام غير صحيحه؟ اعتقالهم الاحتياطي هل هو صحيح او غير صحيح؟ ارتكابهم لهذه الافعال التي صار النيابه العامه او قصي القاضي التحقيق بارتكابهم لها هل هي صحيحه ام غير صحيحه؟ سوف يتم مناقشتها في بعد الاستماع لهؤلاء الناس. منين غادي تستمع لهم المحكمه ومنين غادي يعرضوا جميع الوقائع بالوثائق اللي عندهم ومنين غادي نشوفوا حنايا بان الامور اللي كيناقشوا فيها والامور اللي الوقائع اللي هي مكتوبه اصلا في محاضر ديال الشرطه واش تمت على اجراء قانوني سليم وكانت قانونيه واش كانت تخالف القانون او لا، هادشي باقي ما عرفناش. لاننا يعني دابا حنا باقي الله في الخطوه الاولى لمناقشه الملف فقط باقي ما عرفناش اساسا شنو هي الوقائع لانه هذه محاضر تعتبر فقط معلومات، انما ما سوف يتم مناقشته داخل الجلسه في اطار العلنيه هو ما تاخذ به المحكمه، هو ما تقتنع به، هو ما تكون به قناعتها الوجدانيه والقانونيه، هو ما سوف نناقشه بعد ان يتم الاستماع اليه لربطه بهل المتابعه التي تم احيل من اجلها هل هي صحيحه وهل تلك الافعال مجرمه قانونا وهل ارتكبوها ام لا. اما دابا لحد الساعه احنا باقيين الله في الخطوه الاولى ديال الدفوع الشكليه. غير جاهز. لا غير جاهز، دابا حنايا يلاه جاهز من الناحيه الشكليه نناقش 323 المسطره الجنائيه واش الاجراءات كانت صحيحه وكانت قانونيه ونلتمس من المحكمه القول ببطلانها واستبعادها لترتيب الجزاء عليها لاننا نرى كدفاع بانها تمت جميعها في غير اطارها القانوني السليم. هل الحق للشرطه القضائيه توجيه اتهامات؟ لا، هذا هو الاشكال، هذا هو الاشكال. هذه المحكمه هذه الهيئه هذه عندها فعلا حكم اللي هو كان واحد المستوى قانوني عالي بانها تم استبعاد ديباجه لمحضر الشرطه القضائيه. الشرطه القضائيه طبقا للقانون عندها امر واحد، هي كتكون مكلفه بالمعاينه وتلقي التصريحات وانها خاصه تشعر الطرف بجميع الحقوق المنسوبه اليه وتمسك بحقوقه وعدم الضغط عليه في ادلاء معطيات وكذا، وماشي كتكون في اطار تواجهيه مع الشخص، هي فقط تتلقى واحد التصريحات المفروض انها تضمنها وتدونها وتحررها بكامل مسؤوليه وامانه دون تحريف. اللي كنشوف حنايا كنلقاو في الديباجه بان الشرطه القضائيه تجاوزت اختصاصاتها واصبحت وكانها تحرر متابعه في حق المثيلين امامها، وبالتالي هذاك الديباجه اللي كتجيبها واللي كتعتمد النيابه العامه كتكون دائما سبب في الاعتقال ديال الاشخاص، في حين انها ما عندهاش الحق نهائيا انها تكيف الوقائع، ما تقولش بان هذا الشخص هذا وحيث يظهر لنا بانه ارتكب هذا الفعل او انه كيف لا يعقل ان لا يرتكب هذا الفعل، او هذاك الشيء كتكون استنتاجات وكتكون شي امور اللي هي شخصيه ما عندش الحق نهائيا ضابط الشرطه القضائيه انه يقدمها او انه يصرح بها او انه يدلي باستنتاجات او انه يحلل واحد الوقائع معينه او انه يكيف حتى ذاك الفعل هل يعتبر جرما او لا، وما ينسبه حتى شي فصل قانوني لان ماشي الاختصاص ديالو، الاختصاص ديالو محصور في الماده 24 قانون المسطره الجنائيه، تلقي التصريحات، تحرير المحاضر، تاكد من انها محاضر كامله في اطار اجراءاتها القانونيه سليمه من الناحيه القانونيه وكفى. لهذا كنقول بان هذه الهيئه هذه كما استبعدت ديباجه لمحاضر صابية لان ديباجه لهذا المحضر في هذا الملف فعلا تحتاج البطلان وتحتاج استبعادها حتى تتم مناقشه الملف من جميع الزوايا واقعيا وموضوعيا وقانونيا في اطار محاكمه عادله. استاذ الموكل ديالك اش يقول؟ الموكل ديالي هو يقين من البراءه ديالو.
وهذا الشيء غادي يقوله هو بالنسبه للاستماع ليه، وهذا الشيء غادي نشوفوا حنايا بعد الاستماع اليه ومناقشه الملف من ناحيه الوقائع. ما غاديش نتكلم في المتابعه لاني لازلت اقول بانه ليست هناك متابعه طالما انه فقط في اطار الاعتقال الاحتياطي، مازال ما متابعش بالنسبه لي غير مشتبه بارتكاب اي فعل. هادشي علاش كنقول دائما بان ملي كتكون كوارد الاعتقال الاحتياطي اللي ولات زعما بواحد الشكل اللي هو كبير بزاف في اطار فقط الاشتباه تف حقوق الناس وفي حق المحاكمه العادله وفي حق ان توفر على جميع الضمانات القانونيه، ما كانش الناس كاملين خاصها تكون في حاله اعتقال. شحال القيمه ديال الصفقات؟ هادشي غادي نناقشوا في الموضوع، ما يمكنش حنا نناقشوا شي حاجه دابا باقي ما ناقشناهاش امام المحكمه، ما يمكنش اننا نعرضوا شي معطيات داخل الملف ما تعرضهاش داخل المحكمه. منين نفوتوا حنايا دابا الدفوع الشكليه، تبدا المحكمه في الدفوع الشكليه وتضمها للجوهر، تبدا المناقشه ديال الملف، عاد غيبان لنا حنايا شنو هو التصور العام اللي كاين داخل هذا الملف وشنو هي الوقائع المنسوبه داخل هذا الملف. اما انا دائما اقول المتهم بريء حتى تثبت ادانته، ولا جريمه ولا عقوبه الا بنص. والشك يفسر لفائدة المتهم، وبالتالي بالنسبة لي في هذا الملف كما جميع الملفات جميع المشتبه فيهم وإن كانوا في حالة الاعتقال الاحتياطي يكونوا أبرياء إلى حين أن يثبت العكس. كاينين موظفين كاينين موظفين، واش غنقول لك انا كاينه مجموعه ديال الناس قلت لك الصفات ديالهم والمهام ديالهم مختلفه، انما انا ما عندي حتى شي علاقه بالملف كامل برمته فيما يتعلق باشخاص وحدين اخرين. انا كنشوف دابا غير الناحيه الشكليه والتثبت من صحه تلك المحاضر وتلك الديباجه مع ترتيب الجزاء القانوني السليم الى حين مناقشه الموضوع. نعم الديباجه والاستئناف ماشي الديباجه ما خاصهاش تكون نهائيا، الديباجه المفروض انها كتكون ملخص لجميع الوقائع اللي كتكون تما مضمنه في المحضر، هي ورقه ما كاينش في اطارها القانوني انها تسهل على متتبع الملف او على النيابه العامه وعلى قضيه التحقيق ان جميع المعطيات اللي قامت بها الشرطه القضائيه في تلك التواريخ وشكون هما الاطراف اللي سمعت لهم وشناهي الامور اللي كانت، هذه المفروض انها تكون خلاصه فقط لجميع التصريحات اللي كتكون عند الناس اللي سمعوا لهم، انما الديباجه اللي ولنا كنشوفوا دابا اصبحت تحال على هذه المحكمه كنلقاو بان الشرطه القضائيه تجاوزت الاختصاص ديالها والمهام ديالها اللي تحرير المتابعات. عده ملفات ماشي غير عده ملفات، دابا كاع الملفات دابا اللي ولات كتجينا نيت هنايا امام المحكمه بالخاصه الملفات ديال جريمه الاموال ديما كنلقاو فيها بان الديباجه ديال الشرطه القضائيه غير قانونيه. نقدر نقولوا انك على راسك ديال العصابه الاجراميه في الملف؟ انا ما نقدر نقول لك دابا حتى شي حاجه لان الا جينا ندوز حنايا غنوليو بحال ديك الديباجه. هي حنا ما عارفينهاش شنو هي ونوليو كنكونوا القناعه ديالنا بناء على معطيات باقي ما عرفناهاش. انا دائما كنقول من الاحاله الى مناقشه الموضوع حتى يتم مناقشه الموضوع ثم نرى هل هناك ام ليس هناك. حسد الملف غير جاهز؟ غير جاهز وناقش فقط من الناحيه القانونيه. دابا يلا كنناقشوا حنا القانون دابا باقي ما بداش باقي ما سمعوش الناس. شكرا استاذه.